مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام مسجد الضحى بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، اللي غادي ننقل لكم منه أذان صلاة المغرب مباشرة على قناة شوف تي في. نتمنوا قبل الأذان تقولوا لنا من أي مدينة أو من أي دولة كتابعوا هذا المباشر، واش أذن عندكم أذان المغرب أو مازال. هذا اليوم إن شاء الله غادي أذن مع 6:47 دقيقة. محمد الصغير من مراكش، مرحبا. إبراهيم او اس من سطات، ياسين جوكر وياسين جوك، مصطفى من فقيه بن صالح، أحمد أمانوز، الله أكبر، تقبل الله صيامكم. بهجاوي حسن، تحياتي لك من مراكش، شكرا سي حسن. حسن تيجاني، السلام عليكم ورحمة الله، من أكادير. مرحبا بسي حسن من أكادير. أحمد أمانوز، حنا فطرنا في وجدة، إذا وجدة أذن فيها أذان المغرب. سلام سخمان محمد، سلام طنجة ودن، واش نبغوك الجميع، تقبل الله منا ومنكم. مصطفى هدروج، دقائق قليلة على أذان تفصلنا عن أذان المغرب هنا بمدينة الدار البيضاء.
مهدي حيت قالب تليفون سمحوا لي الوفاء شيشاوة مازال يوسف او السلام عليكم عواشكم مبروكة من شلالة تين غير ودن الله يبارك فيك اخي حنا مازال في اكادير حسن تيجاني شكرا فقي بن صالح الدن تقبل الله السلام ايطاليا الدن صحتكم السيدي من ايطاليا وتقبل الله صيامكم وقيامكم ابراهيم السحباوي السلام ايطاليا الدنياك محمد كاموس السلام من تيزنيت تيزنيت الدن ولا مازال عثمان فوزية عثمان فوزية صيام مقبول لنا ولك الاخت فوزية دواح عزيز السلام خويا وعليكم السلام رحيم اي تعقق السلام من اصيلة تحية لكم دن الاذان فات اثناء صيامكم وصلتكم مشاهدينا الكرام كان هذا أذان المغرب نقلناه لكم مباشرة من مسجد الضحى على قناة الشعب قناة شوف تيفي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.